زاد هذا العدد ديال الناس ما يجيوش يتفوق بين هنايا. دابا حنايا عندنا لي كونطرا ديال العمل الموسمي بالنسبه لايطاليا. المشكله اللي عندنا ان هاد لاجونس هادي اللي مكلفه عندها سوء التنظيم والتاريخ ديال العقود العمل غادي يتسالى، وحتى الباترونات الايطاليين اللي كاينين اللي دافعين لنا في هذا القانون هذا غادي يمشيو يجيبوا العماله من دوله اخرى. غادي هاد الناس هاد المغاربه اللي عندهم اتفاقيه مع ايطاليا ما غاديش يستافدوا من العماله بسبب هذا سوء التنظيم ديال هاد لاجونس هادي. كنا هربنا، كانت القنصليه دارت اللي عليها، الناس اللي في ايطاليا داروا اللي عليهم، وفروا عقود العمل الموسميه. المشكله في هاد لاجونس هادي ما تتريتيش، ما تتبغيش تخرج لي باسبور للناس، باسبورات واجدين فيهم لي فيزا ديالهم، وكل يوم يلا تتخرج 8 ديال الفيزات في النهار. وكيف يعقل نتايا في الكوطه ديالك العقود العمل اللي دابا حاليا الباسبورات اللي متوفرين فيهم الفيزات ديالهم تقريبا 8000، الا كانت 8000 في كل نهار 8 ديال الفيزات هما اللي تيخرجوا، خاصكم تسالي يعني خاص 20 عام باش يتريتيو 8000. ما يمكنش تكون اجونس واحده في المغرب كامل. هاد الاجونس هادي هادي من جميع المدن، من بني ملال، قلعه صراغنا، ها هو قلعه صراغنا، انا من فاس، كاينين الناس، كاينين الناس من اكادير، من الحسيمه، ها هو السيد من الحسيمه، من جميع المدن في المغرب. الناس سامحين في شغالهم وجايين تيتسناو لي فيزا ديالهم باش يطلعوا يخدموا على راسهم قانونيين، ناس بالقانون ديالهم، بالفيزا ديالهم، بالعقود العمل ديالهم، وباغيين يمشيو يخدموا يكونوا مستقبلهم، والدولة تسمح لهم، الدولة دارت معاهم اللي عليها، القنصلية ديال إيطاليا دارت اللي عليها. المشكلة هاد لاجونسات هادو تعداو علينا بزاف. هاد لاجونس دارتها القنصلية باش تسهل علينا، تسهل المأمورية وتريد تخفف الضغط على القنصلية، فإذا بها تزيد تثقل علينا البروسيدير. كاينين الناس من العام اللي داز هما دافعين العقود العمل ديالهم الموسمية، يعني هاد شهر 6 وشهر 7 كان عليهم يكونوا في ايطاليا تيخدموا، وبدل ذلك الباترونات ولاو تيعيطوا لهم تيقول لهم علاش ما طلعتوش، حنا عاطينكم العقود، هضرنا لكم مع القنصليه، انتوما اللي ما مزيانينش، انتوما اللي ما بغيتوش تطلعوا. ناضوا هما تنمشيو تنقول لهم عطيونا في باسبوراتنا نمشيو في حالاتنا، ياك اللي كونطراسيون تيقول لك لا راه ما واجدينش وراه باقيين في القنصليه. تنمشيو عند القنصليه تنقولوا لهم، تنسولوهم تنقولوا لهم اش الشرفه، عطيونا حنايا لي باسبور ديالنا للاجونس باش تعطيه لنا. تيقول لنا باسبوراتكم راهما خارجين وراهم في لاجونس، سيروا تيريوهم من هنايا. هذا الشيء راه عيب، وراه هكا راينا ان الناس راه مشى ليها وقتها وغادي تضيع في هذه العقود هذه، ما غاديش يستافدوا. هذه شركه جديده تستافد، هي تعهدات انها تاخذ لي دوسي ديالكم غاتي.